السلام عليكم يا باشمهندسين، هنكمل مع بعض مجموعة الفيديوهات الخاصة بكورس الهيت ترانسفير، وما زلنا في تشابتر 6 اللي هو بعنوان Fundamentals of Convection. وكنا ابتدينا في الفيديو اللي فات كلامنا عن التشابتر دوت، وقلنا ان التشابتر دوت بيتكون من 6 نقط، ولكن هنا في الفيديو دوت بس في تعديل حصل، ان احنا في نقطة Convection Boundary Layer كده زودناها في النص، فنقدر نقول دلوقتي ان التشابتر عبارة عن 7 نقط موجودين. النقطة رقم 1 و2 دولت اتكلمنا عنهم في الفيديو اللي فات، اتكلمنا عن ايه هي الميكانيزم بتاع الكونفكشن، ايه التصنيفات المختلفة بتاعت الفلويد فلو. مش هنخش في الديريفيشن، لا، هنبدأ في الفيديو دوت ان احنا النقطة الجديدة هنتكلم عن الكونفكشن Boundary Layer، ونتكلم بشيء من التفصيل عنها، وبعد كده هنشوف بقى الكونفكشن ايكويشن ازاي نقدر نعمل ديريفيشن، وازاي ان احنا نقدر نحلها، وفكره النورماليزيشن او النون دايمنشناليزيشن للمعادلات، وايه هي الدايمنشنلس جروبس اللي هتظهر معانا كتير. فالفيديو دوت هو الكونفكشن باوندري لاير. نقطه الكونفكشن باوندري لاير دي هي 4 نقط. هنتكلم اول حاجه عن الكونديشنز اللي بتحصل عند السوليد فلويد انترفيس، لان احنا زي ما قلنا ان الكونفكشن بيكون عندنا سوليد سيرفيس وفي فلويد بيتحرك فوق السوليد سيرفيس دوت، فبالتالي في عندك انترفيس اللي هو المنطقه الواصله ما بين السوليد سيرفيس والفلويد، فاحنا عايزين نعرف انا ازاي بوصف المنطقه ديت. هنتكلم على انواع الباوندري لاير اللي موجوده عندنا، هنعرف ان هم نوعين، نوع اسمه هيدروديناميك او فيلوسيتي باوندري لاير، ونوع بيكون اسمه ثيرمال باوندري لاير، ودولت هيكونوا الموضوع بتاع النقطه الثالثه والرابعه. هناخد كل واحده فيهم بشيء من التفصيل شويه ايه اللي بيحصل فيها. اول نقطه موجوده عندنا الكونديشنز عند السوليد سيرفيس انترفيس، هنعرف حاجه اسمها نون سليب كونديشن وحاجه اسمها نو تمبريتشر جامب كونديشن. طب ليه الاثنين دولت؟ لان انا عاوز يهمني اعرف اللي بيحصل عند الانترفيس من وجهه نظر السرعه ومن وجهه نظر التمبريتشر. يعني احنا بنتكلم على الكونفكشن سوليد سيرفيس معدي عليه فلويد، فبيحصل هيت ترانسفير، احنا الكورس بتاعنا هيت ترانسفير، فعايزين نشوف درجات الحراره ازاي بتتغير. ولكن طالما في كمان سرعه بتتغير، فيهمني نعرف هو من ناحيه السرعه انا اقدر اعبر عن اللي بيحصل عند الانترفيس دوت ازاي. فهفترض مثلا ان انا عندي سوليد سيرفيس بالمنظر دوت، والسوليد سيرفيس دوت فيه فلويد بيبدا ان هو يتحرك من فوق السوليد سيرفيس. ايه بقى الفكره بتاعت النون سليب كونديشن؟ النون سليب كونديشن بتقول لك لو انت عندك فلويد، الفلويد دوت انت اجبرته ان هو يتحرك على نون بورس سوليد سيرفيس، السوليد سيرفيس بتاعك هو نون بورس، فالملاحظ ان الفلويد دوت بيبقى تقريبا ثابت تماما عند السوليد سيرفيس. ده على فرضا ان السوليد سيرفيس اصلا ثابت ستيشنري، مش بيتحرك، تمام؟ يعني تاني بيبقى معنى الكلام دوت ايه؟ ان السرعه بتاعت الفلويد عند الطبقات اللي بتلامس السوليد سيرفيس تقريبا بتكون صفر، وهو ده اسمه النون سليب كونديشن. يبقى الفينومينا دي بيكون اسمها النون سليب كونديشن، اللي هي تاني مجازا بتقول ان السرعه بتاعه الفلويد او الطبقات بتاعه الفلويد اللي بتلامس السوليد سيرفيس، تمام، والسوليد سيرفيس دوت كان ثابت، فالسرعه بتاعه الفلويد ديت هي كمان هتكون صفر. ليه ده بيحصل؟ عشان الفيسكوستي بتاعه الفلويد، الفلويد ده بيكون لزوجه، والفيسكوستي او اللزوجه ديت هي كتعريف هي الريزيستنس للفلو. فانت عندك اللزوجه او نتيجه اللزوجه الفلويد بيكون ماسك تماما في السوليد سيرفيس، فلما السوليد سيرفيس ثابت في مكانه، فبالتالي التماسك مع الجزيئات بتاعه الفلويد ديت مخليه كمان طبقات الفلويد اللي بتلامس السوليد سيرفيس هي كمان ثابته مش بتتحرك. والموضوع ده غرام بعد كده اتعمم بقى ان بقينا ايه بنقول لو السوليد سيرفيس بقى بيتحرك، يبقى برضو طبقه الفلويد اللي بتلامس السوليد سيرفيس هتتحرك معاه بنفس السرعه. فهو دوت اول كونديشن من ناحيه السرعه عشان تقدر تتخيل ايه اللي بيحصل عند الانترفيس، تمام. الحاجه الثانيه النو تمبريتشر جامب كونديشن، شبيهه بقى شويه بالنون سليب كونديشن، بس هنا بنتكلم على ايه؟ مش سرعه، هنتكلم على التمبريتشر. فبتقول ايه؟ لو احنا عندنا فلويد وعندنا سوليد سيرفيس، طبقه الفلويد اللي بتلامس السوليد سيرفيس هيكون عندها نفس التمبريتشر بتاعه ايه؟ بتاعه السوليد، تمام. يبقى عند البوينت اوف كونتاكت المنطقه بتاعه التلامس السوليد سيرفيس مع الفلويد عندهم نفس التمبريتشر، ده اللي اسمه ايه؟ نو تمبريتشر جامب كونديشن. يعني لو جينا نبص ادي السوليد سيرفيس اللي تحت موجود عندك، يبقى لو هقول مثلا ان ده الاكس دايركشن وده كده بيمثل الواي دايركشن اللي عندي، يبقى انا عندي المنطقه بتاعه التلامس هنا مثلا كده، تمام، يعني او كاني بقول عندي الواي بتساوي صفر، فالتمبريتشر بتاعه الفلويد هي التمبريتشر بتاعه السوليد سيرفيس، تمام. فهو دوت المقصود بالنو تمبريتشر جامب كونديشن. طيب الحاجه الثانيه اللي هنتكلم عنها بقى الكلاسيفيكيشن اوف باوندري لاير، هو الباوندري لاير اصلا عباره عن ايه وايه هي الانواع بتاعتها.
دلوقتي لو جينا كده نبص على السوليد سيرفيس اللي موجود عندي، فافترض ادي كده سوليد سيرفيس موجود، السوليد سيرفيس دوت ثابت في مكانه، فالسرعه بتاعته بتساوي صفر، والتمبريتشر بتاعت السوليد سيرفيس دوت تي اس، وفي فلويد بيبدا ان هو كده يعدي على السوليد سيرفيس. الفلويد اللي موجود عندنا دوت ده بيتحرك بسرعه مثلا هنسميها في انفينيتي، وعنده درجه حراره اسمها تي انفينيتي. هيبدا بقى الفلويد هنا من بدايه من هنا ان هو ايه يعدي من فوق السوليد سيرفيس، فلو هسمي دوت كده الاكس دايركشن، هسمي الدايركشن دوت الواي دايركشن اللي عندي. تعالوا كده نشوف بقى نطبق الفكره بتاعت النون سليب والنو تمبريتشر جامب كونديشن. تعالوا نبدا الاول نبص للي هيحصل من وجهه نظر السرعه. انا دلوقتي عندي خلاص نتيجه النون سليب كونديشن، فاحنا عرفنا ان السرعه بتاعت الفلويد هنا بتساوي صفر. يبقى انت عندك دلوقتي اول حاجه عايز تعرفها، يبقى هنا السرعه بتاعت الفلويد هتساوي صفر، لان دي لاير بتلامس السوليد سيرفيس والسوليد سيرفيس ثابت، تمام؟ يبقى ليه نفس السرعه. ايه اللي هيبدا بعد كده؟ كل ما هتبعد عن السوليد سيرفيس، تمام؟ يبقى لو هنتخيل ان الفلويد دوت طبقات، ادي طبقه، الطبقه الثانيه، الطبقه الثالثه، الطبقه مثلا ايه، خليني ادي كده طبقات للفلويد عندنا على سبيل المثال. فالطبقه اللي بتلامس السوليد سيرفيس اللي تحت دي خلاص اتفقنا ان هي بتساوي صفر نتيجه الفريكشن الكبير اللي حاصل مع السوليد سيرفيس، تمام؟ طب هبعد عن السوليد سيرفيس، ما زال في فريكشن بس هيقل شويه، فهيبدا طبقه اللاير الثانيه بتاعت الفلويد يعني يا دوب تتحرك شويه، تمام؟ يبقى اللاير ديت مثلا هيكون ليها سرعه، وليكن السرعه هنا مثلا في 1. الفي 1 ديت هي اكبر من الصفر ولكن ما زالت اقل من الفي انفينيتي اللي هو اصلا كان داخل السرعه الاصليه اللي داخل بيها. هبعد شويه عن السوليد سيرفيس، هدخل عند اللاير الثانيه، تمام؟ فبعدنا عن السوليد سيرفيس، ما زال الفريكشن موجود ولكن تاثيره بيقل، يبقى هتبدا هنا السرعه بتاعت الفلويد هتبقى مثلا في 2. هندخل على اللاير الثالثه، التاثير الفريكشن بيقل يبقى في 3. اللاير الرابعه بقى تاثير الفريكشن بيقل، وهكذا هتبدا السرعه بتاعتنا تزيد. فيبقى يقول لك ايه، يبقى ادي كده السرعه بتاعتك قاعده بتزيد، طلعت اللاير دي السرعه زادت، اللاير دي السرعه زادت، لحد ما بتيجي عند منطقه ايه، السرعه خلاص بتثبت، لان انا بعدت قوي عن السوليد سيرفيس، فالتاثير بتاع الفريكشن مع السوليد سيرفيس ما بقاش موجود، تمام؟ يبقى ده كده الشكل بتاع البروفايل بتاع السرعه. يبقى انا في عندي لو فلو ماشي على فلات بليت، فانا اقدر اقول ان في منطقه كده من السوليد سيرفيس وطالع دي بيحصل فيها تغير في السرعه، السرعه بتاعتي بتكون صفر عند السوليد بليت نتيجه الفريكشن، كل ما هبعد عن السوليد بليت الفريكشن بيقل، فهتبدا السرعه تزيد تدريجيا لحد ما هوصل بعد كده بتثبت، تمام؟ نفس النظام لو عايز تعمله على درجات الحراره. لو هفترض مثلا ان انا كان عندي ان التي اس دي اكبر من التي انفينيتي، فيبقى الفلويد بتاعك، فهنتخيل يبقى اللاير بتاعت الفلويد اللي موجوده هنا دي التمبريتشر بتاعت الفلويد هي عباره عن التي اس نتيجه النو تمبريتشر جامب كونديشن. هنتخيل ان انا برضو عندي الفلويد ادي كده عباره عن طبقات بتكون موجوده عندي، تمام؟ هبعد عن السوليد سيرفيس دوت، فالتمبريتشر هتقل، فالتمبريتشر هنا هتقل، هلتكن مثلا تي 1. بعد كده هبعد شويه عن السوليد سيرفيس، فالتمبريتشر هتقل اكتر، هتبقى تي 2. هبعد عن السوليد سيرفيس، التمبريتشر هتقل اكتر، تي 3. هبعد اكتر، التمبريتشر هتقل، تي 4. يبقى برضه في عندنا تغير هيكون موجود او هنلاحظه في درجات الحراره لحد ما نوصل بعد كده ان درجه الحراره هتثبت. يبقى برضه زي ما اتكلمنا على السرعه، نفس الموضوع على درجه الحراره. انت الفلويد ملامس للسوليد سيرفيس ليه نفس التمبريتشر بتاعته، لو السوليد سيرفيس دوت سخن يعني التمبريتشر بتاعته اعلى من الفلويد، يبقى كل ما هتبعد عن السوليد سيرفيس التمبريتشر هتقل تدريجيا لحد ما نوصل عند مرحله او منطقه معينه مفيش بقى تغير هقدر الا نلاحظه في درجه الحراره. لو التي اس كانت صغيره، تمام، يبقى انت الفلويد الملامس للسوليد سيرفيس التمبريتشر بتاعته تي اس، كل ما هتبعد عن السوليد سيرفيس التمبريتشر هتزيد تدريجيا لحد ما نوصل برضه المنطقه خلاص بقى في ثبات عندنا في درجه الحراره. ده اللي موجود هنا. فنقدر نقول دلوقتي ايه، ان انا في عندي حاجه اسمها باوندر لير. ايه الباوندر لير دي؟ المنطقه، تمام، اللي بيكون فيها فيلوستي او تمبريتشر جريدينت موجود. يعني لما كنا بنشرح قلنا ان الفيلوستي بتتغير وبعد كده في منطقه معينه وبعد كده بتثبت، التمبريتشر بتتغير في منطقه معينه وبعد كده بتثبت. المنطقه اللي بيكون فيها تغير في السرعه او تغير في درجه الحراره هو ده بيكون اسمه الباوندري لير، تمام؟ اللي هو كنا لسه بنمثلها هنا. يبقى الشكل الاولاني دوت بيمثل التغير بتاع السرعه، السرعه بتساوي صفر والسرعه بتزيد تدريجيا. الجزئيه الثانيه ديت بتقول لك ان التمبريتشر عند السوليد سيرفيس بتساوي تي اس، التي اس عاليه، فكل ما هبعد عن السوليد سيرفيس
التمبريتشر هتقل لحد ما هوصل بعد كده التمبريتشر خلاص بتثبت. يبقى المنطقه اللي فيها جريدينت تغير في السرعه او تغير في درجه الحراره دي اسمها الباوندري لاين. طيب عشان هما حاجتين مش حاجه واحده، يعني ممكن اتكلم على السرعه او ممكن اتكلم على درجه الحراره، فقال لك ان الباوندري لاير هي نوعين، نوع اسمه هيدروديناميك او فيلوستي باوندري لاير، يبقى دي المنطقه اللي بيكون موجود فيها تغير في السرعه، او ثيرمال باوندري لاير، ودي المنطقه اللي بيكون فيها تغير في التمبريتشر. وطالما هما اتنين يبقى هما معنى الكلام دوت ان هما مش لازم يكون واحد. يعني ايه؟ يعني مش لازم ان نفس المنطقه اللي بيحصل فيها تغير في السرعه، يعني لو هنفترض ان هي المنطقه ديت ليها سمك معين مثلا او ليها ارتفاع معين عن السوليد سيرفيس، فمش لازم ان في نفس الارتفاع يكون في التغير بيحصل في الاثنين مع بعض، لا ممكن ان يكون بيحصل تغير في السرعه او تغير في التمبريتشر في نفس المنطقه. ممكن ان السرعه تكون وصلت لمرحله الثبات وما زالت التمبريتشر بتتغير، ممكن يكون التمبريتشر هي اللي وصلت لمرحله الثبات وما زالت السرعه لا بتتغير ما وصلتش للثبات. فعشان كده احنا مقسمينهم حاجتين وبنتعامل معاهم كل واحده فيهم منفصله عن الثانيه، برغم ان الاثنين متشابهين. يعني احنا في الشرح واحنا بنتكلم مش هتلاقي ان في اختلاف في اللي بيحصل في الاثنين، هما تقريبا نفس الكونسبت لكن هما الاثنين منفصلين عن بعض. تمام، وده هيبان اكتر في الفيديوهات الجايه ايه المقصود بالفكره ديت لما نتكلم عن الدايمنشنلس جروبس وتحديدا برانتل نمبر في بقيه الشابتر ده. هنبدا دلوقتي نتكلم عن الحاجه الاولانيه الهيدروديناميك او الفيلوسيتي باوندري لاير على الفلو ماشي على فلات بليت. لما هنيجي نتكلم الفلو اللي ماشي على فلات بليت، خد بالك هنا بقى هنتكلم كمان عن حاجتين. الفلو اللي ماشي على الفلات بليت هو لامينر ولا تيربلنت، ودي كنا وضحناها في الفيديو اللي فات ايه الفرق بين الاثنين. فقال لك دلوقتي لو انت عندك فلو ماشي على فلات بليت والفلو دوت كان لامينر، فانت تقدر تقول دلوقتي الفيلوستي ديستريبيوشن اللي هو متمثل عندي هنا الفيلوستي عند الفلويد اللي بيلامس السوليد سيرفيس بتساوي صفر. طول ما انا هبعد عن السوليد سيرفيس الفيلوستي بتزيد لحد ما وصلت عند منطقه خلاص السرعه ثبتت. تمام، فلو هفترض ان الفلويد كان داخل بسرعه يو انفينيتي مثلا، تمام، فبعض الكتب بتقول لك ايه ان السرعه هتثبت عند نفس القيمه بتاعت اليو انفينيتي، وبعض الكتب بتقول لك لا ده انت هتثبت عند 99% من اليو انفينيتي. تمام، فهو يعني تقريبا 100%، فخد بالك من الحته ديت. يبقى انت عندك دلوقتي في تدرج بيحصل في السرعه من اول السرعه بتساوي صفر عند السوليد سيرفيس لحد ما السرعه تثبت، السرعه تثبت عند نفس السرعه اللي كانت داخله بيها او 99% من السرعه اللي داخله بيها. في كتب بتقول كده وكتب بتقول كده، فما فيش كده يعني فرق كبير بين الاثنين. المنطقه اللي بيحصل فيها تغير في السرعه دي اللي احنا سميناها الباوندري لاير ريجن. طب فوق بقى كده، يعني بعد ما انا عديت الباوندري لاير او المكان بدايه من المكان اللي السرعه هتثبت فيه، فدي منطقه بيكون اسمها الانفيسيد فلو ريجن. الانفيسيد دي كنا شفناها المره اللي فاتت، قلنا ان هي ايه، بتطلق على الفلويدز اللي الفيلوستي الفيسكوستي بتاعتها بصفر او فريكشن ليس. وده هنا واضح، احنا اصلا بنقول ليه تدرج السرعه بيحصل في المنطقه بتاعه الباوندري لاير، عشان في فريكشن بيحصل نتيجه الفيسكوستي بتاعه الفلويد ما بين الفلويد وما بين السوليد وول، فانا بعدت خالص عن السوليد وول فالفيسكوستي بتاعه الفلويد ما اتلغتش، هو مازال الفلويد عنده فيسكوستي، ولكن الفيسكوستي ديت مش متاثره قوي او التاثير بتاعها كريزيستنس للفلو الظاهر، عشان هي بعيده عن المصدر بتاع الفريكشن الاساسي اللي هو الاستيشنري وول اللي موجود عندي. فالفلويد بره المنطقه بتاعه الباوندر لير السرعه بتاعته ثابته، تمام، كان مفيش تاثير للفيسكوستي على السرعه في المنطقه ديت، فعشان كده المنطقه دي بتسمى انفيسيد فلوريج. السمك بقى بتاع الباوندر لير اللي هو احنا حاطينه هنا على الرسمه بالرمز بتاع السيجما دوت، تمام، فقال لك ان السمك بتاع الباوندر لير واضح ان هو مش ثابت. يعني انت في بدايه السوليد سيرفيس ادي السمك بتاع الباوندر لير، هنا السمك بتاع الباوندر لير بيزيد، هنا السمك بتاع الباوندر لير بيزيد، يبقى طول ما انت بتتحرك مع الاكس دايركشن سمك الباوندر لير بتاعك دوت قاعد بيتغير لحد من بعد كده، يعني هيوصل بقى لمرحله ثبات يعني بعد طول معين. سمك الباوندر لاير دوت لو انت عايز تعرفه عباره عن ايه، بقول لك ده هو البعد عن السوليد سيرفيس اللي موجود عندك، يعني المسافه في الواي اكسس من السوليد سيرفيس اللي بعد منها سرعه الفلويد هي اليو انفينيتي او اللي هي 99% من اليو انفينيتي. يبقى الثيكنس بتاع الباوندر لاير او لو عايز اعبر عن الباوندر لاير، فالباوندر لاير دي المنطقه اللي بيكون الاكس كومبوننت بتاع الفيلوستي سرعه الفلويد اللي في الاتجاه بتاع الاكس بتتغير من اول صفر عند الواي بتساوي صفر لحد 99% يو انفينيتي او 99% مثلا في، لو كانت بعض الكتب بترمز لسرعه الدخول في مش يو انفينيتي، تمام، عند الواي بتساوي السيجما، والسيجما ده بيمثل الثيكنس بتاعه الباوندر لير اللي موجوده عندي. ده كده لو انا الفلو كان لامينر، الكيس اللي قدامنا ديت ان الفلو على الفلات بليت ده كان لامينر.
النوع الثاني ان الفلو يكون تربلنت، يعني الفلو داخل بسرعه عاليه جدا تمام في التربلنت ريجيم على الفلات بليت. فقال لك لو انت بقى هتتعامل في الحاله ديت الفلو داخل تربلنت، يعني الفلو اصلا داخل بسرعه، هنا السرعه ديت هي عاليه جدا، اليو انفينيتي عندك هي عاليه جدا، فهو تربلنت ريجيم. فهو اول ما هيدخل على الفلات بليت مش هيكون بالحاله بتاعت التربلنس بتاعته. امال ايه؟ قال لك هو اول حته من الفلات بليت دي هتكون لامينر، برغم ان الفلو طبيعته تربلنت، لكن في منطقه لازم هتكون عندك لامينر بيحصل فيها بروباجيشن للفريكشن نتيجه التلامس اللي ابتدى يكون موجود ما بين الفلويد مع السوليد سيرفيس. طيب وبعد كده هيتنقل تربلنت على طول. قال لك لا، في بقى كده منطقه في النص تمام اللي هي موجوده قدامنا دلوقتي، دي اللي بتبدا تحصل فيها ايدز، بيبدا بقى الدوامات تكون ظاهره فيها، يعني فيها حبه فلويد ماشي ستريم لاين، في حبه فلويد ابتدى يتداخل مع بعضه بالشكل الديس اوردر اللي كنا وضحناه في الفرق ما بين اللامينر والتربلنت ريجيم. وبعد كده هنتنقل بقى ان بقى الفلو كله او الدوامات ابتدت تكتر جدا، في امبليفيكيشن حصل في الدوامات والعشوائيه في الحركه بتاعه الفلويد اللي موجود عندي. يبقى لو انت عندك الفلو اساسا هو تربلنت وداخل على فلات بليت، برغم ان هو طبيعته تربلنت، ولكن هتلاقي منطقه على الفلات بليت لامينر، هتلاقي منطقه ترانزيشن، هتلاقي منطقه تربلنت موجوده عندنا. وبرده الفيلوسيتي ديستريبيوشن واحد، ان السرعه عندنا عند الفلات بليت بتساوي صفر، كل ما هبعد عن السوليد سيرفيس السرعه بتزيد، مثلا دي في اللامينر ريجيم، حتى في التربلنت ريجيم السرعه بتاعتنا بتبدا ان هي تزيد تمام لحد ما هوصل عند نهايه الباوندر لير بتاعتي، وبعد كده السرعه بتثبت عند نفس سرعه الدخول اليو انفينيتي او 99% من اليو انفينيتي. فهنا المنطقه اللي موجوده عندنا كلها دلوقتي ديت دي بتمثل الباوندر لير ريجن اللي فيها تغير او بيحصل فيها فيلوسيتي جريدينت، وبرده السمك بتاعها هو فانكشن في الاكس، كل ما انا همشي مسافه معينه من السوليد سيرفيس الثيكنس بتاعت الباوندر لير ديت بتتغير تمام. في الاول طبعا بتكون صغيره، وبعد كده بتزيد جدا لما بدخل في المنطقه بتاعت التربلنت، وفوق المنطقه ديت بتكون نفس التعريف، المنطقه بيكون اسمها الفيسل فلو ريجن. في هنا حاجه بقى مهمه جدا عايزه ناخد بالنا من الفرق بينها، وهو الشكل بتاع الفيلوستي بروفايل في المنطقه بتاعت اللامينر والتربلنت. يعني هنبص دلوقتي على الجزئيتين الواضحين قدامكم دول دلوقتي. الحته الاولانيه ديت هنا في اللامينر فلو ريجيم هتلاقي ان الفلويد السرعه بتاعته هنا بتساوي صفر، وفي كل ما هبعد عن السوليد سيرفيس السرعه بتزيد بالمنظر دوت. الشكل دوت كده واخد الشكل البارابوليك، يعني كان بيقول لك ايه؟ ان في فرق كبير في السرعه ما بين كل طبقه عن الطبقه الثانيه، فعشان كده ايه الحته بتاعت البروفايل لا واضحه قوي معاك تمام، واخده الشكل بتاع البارابوليك كيرف دي. لو جيت تبص على شكل الفيلوسيتي ديستريبيوشن بقى في التربلنت ريجيم اللي هو الجزء الثاني دوت، ده حل ان هو مختلف شويه عن الشكل بتاع اللامينر، وده بيرجع اصلا لان التربلنت يعني المنطقه بتاعت التربلنت دي ذات نفسها متقسمه لثلاث مناطق. في منطقه القريبه خالص من السوليد سيرفيس دي بيكون اسمها الفيسكس سب لاير، ودي بيكون عندها فريكشن عالي جدا، ودي تقريبا البروفايل بتاع السرعه فيها بيكون لينير. يعني لو انت عايز تيجي كده تبص هنا تمام في المنطقه ديت، ادي كده المنطقه بتاعه الفيسكس سب لاير، فتقريبا ادي كده الشكل بتاع الفيلوسيتي بروفايل بتاعك، فالشكل بتاع الفيلوسيتي بروفايل بتاعك ده بيكون تقريبا هنا لينير. طب وبعد كده في عندنا منطقه ثانيه اللي هي فوق الفيسكس سب لاير اللي بتبدا الدوامات تظهر فيها شويه. هنا خد بالك انا بتكلم بقى مش على ظهور الدوامات بالشكل اللي هو مع الاكس اكسس اللي هو وضحت بيه الفرق بين اللامينر والترانزيشن والتربلنت، لان هنا جوه المنطقه بتاعه التربلنت بتكلم على التواجد بتاع الايدز في الواي دايركشن. فانت في عندك المنطقه اللي تحت ديت تقريبا ما فيش فيها ايدز، فدي اسمها فيسكس سب لاير، ابتدت الايدز تتواجد عندك، فيبقى هنا المنطقه دي هنسميها البافر لاير، وهنا بقت الايدز بقى خلاص هي بتشغل كل الحيز اللي موجود، فده بيكون اسمه التربلنت ريجيم. لكن الثلاثه مع بعض خد بالك هم دول اسمهم التربلنت، يعني الثلاثه مع بعض اسمهم الباوندر لاير ريجن اللي موجوده عندنا. البافر لاير بقى ديت بيبدا ان برده يحصل تغير في السرعه موجود، ولكن بميل مختلف شويه. يعني هنا نقدر نقول ان في الفيسكس سب لاير الفيلوسيتي ديستريبيوشن هو لينير، هنا الفيلوسيتي ديستريبيوشن واخد شكل كيرف شويه، وفي التربلنت ريجيم برضو في تغير في السرعه. خد بالك هي ممكن تبان عينيك ان هي فلات او هي متساويه، لكن هي مش متساويه، هو في تغير في السرعه من الطبقه دي للطبقه دي للطبقه دي للطبقه دي، بس التغير ده صغير جدا.
وده نتيجة ايه بقى؟ نتيجة ان احنا لما كنا بنعبر عن التربلنت ريجيم مفيش فكرة الطبقات المستقلة بنفسها، ده كله متداخل مع بعضه، فالفرق ما بين منطقة ومنطقة في الواي دايركشن ده بيكون صغير، عكس في المنطقة بتاعت اللامينر. اللامينر قلنا هي طبقات موجودة، فكل طبقة مستقلة، ففي تدرج واضح موجود في السرعة من الطبقة للتانية، فالشكل البارابوليك ديستريبيوشن واضح قوي في الحتة بتاعت اللامينر. لكن في التربلنت ريجيم عشان التداخل اللي موجود، فالفرق ما بين السرعة في الواي اكسس بيكون صغير جدا، مش كبير زي اللي موجود في اللامينر، فبالتالي البروفايل بيكون نسبيا نقدر نقول ان هو فلات مقارنة باللامينر. تمام، يعني بيبان بس الحته بتاعت التغير ديت في الفيسكس شيب لاير وفي البافر لاير. اقدر هنا اقول لا، حته التغير السرعه في الواي دايركشن ملحوظ عندي شويه، ممكن مش بالشكل البارابوليك زي الفلات بليت، هو تقريبا واخد الشكل بتاع اللينير او حتى البارابوليك، بس بيكون يعني الميل بتاعه صغير. لكن من اول ما بدخل بقى فوق البافر لاير لحد ما اوصل لنهايه الباوندر لاير اللي موجوده عندي، تغير صغير جدا، فهو حتى بيتوصف في التكست بوك ان هو اولموست فلات ريلاتيف تو لامينر فيلوسيتي ديستريبيوشن. تمام، ولكن هو مش ثابت، هو في تغير بيحصل، ولكن التغير الجريدينت في الواي دايركشن بتاع السرعه ده بيكون صغير عندي. الموضوع ده برضو بيكون ملموس جدا لو انت عاوز تشوف الفلو ماشي في بايب. يعني هنتخيل دلوقتي بقى الكيس الثانيه، شكل الفيلوسيتي ديستريبيوشن لو فلو ماشي في بايب. فهنا هنشرح من الاول، انت عندك دلوقتي فلو، الفلو دوت هو داخل كده على البايب. طيب لسه ما دخلش على البايب، هو عند المدخل بتاع البايب، هو دلوقتي عند الانترنس بتاعنا. فانت الفلو في البدايه، الفلو دوت هو يونيفورم، كله متجانس، لسه ما فيش تاثير للفريكشن حصل. طب مشيت جوه شويه، مشيت جوه شويه، فعندي في المنطقه ديت هنا كده، المنطقه ديت دي ابتدت تتاثر بالفريكشن اللي حاصل مع الوول. يعني احنا كده كده عارفين ان في نون سليب كونديشن عند البايب انر وول، يبقى الفلويد اللي ملامس الوول بتاع البايب ده السرعه بتساوي صفر. فكل ما هبعد عن الوول بقى من فوق او من تحت، لان طبعا هنا بايب واخد الكروس سكشن اريا بالكامل، فكل ما هبعد عن البايب ديت واخش على السنتر شويه، تاثير الفريكشن بيقل، فهيبدا السرعه تزيد، والكلام دوت بيحصل فوق وبيحصل تحت. طب المنطقه اللي في النص ديت، ده المنطقه اللي موجوده عندك في النص ديت، دي لسه ما زال الفريكشن ما وصلهاش، حته تاثير الفريكشن ما وصلهاش. همشي شويه جوه البايب كمان، هلاقي ان السمك بتاع المنطقه اللي بتتاثر عندي بالفريكشن بتاع الوول قاعده بتزيد، وما زال في عندي منطقه صغيره بقى ابتدت تصغر، المنطقه اللي مش متاثره بالفريكشن قاعد السمك بتاعها بيصغر معاك، لحد ما هوصل هنا كده عندي في الاخر ان بقى السرعه بتتراوح او بتتدرج من اول الصفر لحد اليو ماكسيمم عند السنتر. تمام، وهنيجي بقى بعد كده هتبدا تقل لحد صفر الناحيه الثانيه نتيجه النون ستيب كونديشن اللي موجوده عندي. يعني هيبدا ان هنا بدايه كده من هنا وطالع مفيش منطقه مش متاثره بالفريكشن، كل الكروس سكشن بتاعه البايب ده متاثر بالفريكشن اللي موجود عندي. المنطقه اللي في الاول ديت اللي هي فيها اجزاء مش متاثره بالفريكشن دي بيكون اسمها الستارتنج لينث، الطول ده اسمه الستارتنج لينث، والفلو في المنطقه ده بيكون اسمه الانديفلوبد او بيكون اسمه الديفلوبينج، يعني سواء دوت كتب بتسميه كده وكتب بتسميه كده. ولكن بعد الستارتنج لينث بقى، لما بدا البروفايل ياخد كل الكروس سكشن بتاعنا مفيش حتت مش متاثره، فالفلو بيكون اسمه الفولي ديفلوبد فلو. الباوندر لاير بقى بدايه من الحته بتاعت الفولي ديفلوبد فلو ديت، تمام، دي بتشغل كل الكروس سكشن اريا، يعني من الفولي ديفلوبد وطالع هنا اقدر اقول ان الباوندر لاير في البايب هي كل الكروس سكشن بتاعت البايب، مفيش بقى حته الانفيسيد، يعني حته الانفيسيد هي باينه شويه في الجزء بتاع الديفلوبينج او اللي هو الانديفلوبد دوت، ولكن من بعد الفولي ديفلوبد خلاص بقى كل الكروس سكشن بتاعت البايب هو يعني بيتصنف ان هو باوندر لاير. الرسمه اللي موجوده عندنا دلوقتي دي بقى لو الفلو بتاعي كان لامينر، يعني هنا الشكل اللي حاصل عندي دوت اللي هو برضو البارابوليك فيلوست ديستريبيوشن ده لو كان الفلو لامينر. لو كان بقى الفلو تربلنت، لو كان الفلو تربلنت فهو برضو هيظهر عندنا نفس الفكره، يعني هيكون في منطقه في الاول هي انديفلوبد او ديفلوبينج، دي لسه بيحصل جروث او نمو وتكون الباوندر لاير اللي موجوده عندنا، وبعد كده الباوندر لاير هتشغل كل الكروس سكشن اللي موجوده عندي بتاعه البايب، ويبقى المنطقه بتاعه الديفلوبد هتتكون، وده برضو بيحصل نتيجه النون سليب كونديشن الموجوده عند البايب انر وول. تمام، خلينا نركز على الشكل بتاع الباوندر لاير بقى في هنا في الديفلوبد، يعني هنكنسل الانديفلوبد او يعني هنعمل سكيب دلوقتي للحته بتاعه الانديفلوبد لان هي كده متكرره مفيش اي اختلاف بينها وما بين اللامينر. هنا بقى الحته بتاعه الديفلوبد، خد بالك من شكل الفيلوسيتي ديستريبيوشن عامل ازاي. هنا برضو انت عندك ده تربلنت فلو، فانت المنطقه
اللي هي القريبه من السوليد وول ديت، دي بيكون اسمها الفيسكس سب لاير او اللامينر سب لاير. فديت بيكون فيها التغير او الجريدينت بتاع السرعه ملحوظ. يعني انا واحد كده زي ما هو لاح الخط دوت، لا انا اقدر اقول ان السرعه عند السوليد وول بتساوي صفر، هبعد عن السوليد وول لا في تغير ملحوظ في الفيلوستي. بعد كده دخلت في المنطقه اللي هي كانت شبه البافر زون والتربلنت، وديت في تغير في السرعه بيحصل ولكن الجريدينت بتاعه مش كبير. هو نفس الكلام بيحصل سواء الفلو ماشي على فلات بليت او الفلو ماشي بايب في الحاله بتاعه التربلنت، الجريدينت بتاع السرعه اللي موجوده عندنا لا مش بيكون ملحوظ بشكل كبير زي اللامينر. يعني في اللامينر لو انت عاوز تفتكر كان ادي الشكل بتاع الفيلوسيتي ديستريبيوشن اللي هو الشكل البارابوليك، فانت قادر لا تلاحظ التدرج بتاع السرعه في الواي اكسس من طبقه للتانيه، لكن هنا انت قادر تلاحظه بس في المنطقه بتاعه اللامينر سب لاير، وهنا هو تقريبا اولموست فلات برضه مقارنه باللامينر. اخر نقطه كده معانا في الفيديو دوت هنتكلم فيه عن الثيرمال باوندري لاير، وهي شبه اللي احنا كنا بنتكلم عليه، بس هنعيد الكلام بدل ما على سرعه هنتكلم بقى على درجه حراره. يعني مثلا لو انا عندي سوليد سيرفيس بالمنظر دوت وبيبدا كده في فلويد داخل بتمبريتشر تي انفينيتي هيعدي على السوليد سيرفيس دوت، فنتيجه النو تمبريتشر جامب كونديشن يبقى التمبريتشر بتاعه الفلويد عند طبقه الفلويد الملامسه للسوليد سيرفيس هي التمبريتشر بتاعه السوليد سيرفيس، يبقى التي بتساوي تي اس. كل ما هبعد عن السوليد سيرفيس هيبدا التمبريتشر بتزيد لحد ما اوصل بعد كده عند منطقه التمبريتشر ثبتت. التمبريتشر بعض الكتب بتقول ان هي هتثبت عند التي انفينيتي، بعض الكتب بتقول ان هي هتثبت عند 99% من التي انفينيتي، فسواء دوت او دوت هو كان الفرق بينهم مش كبير، بس يعني عشان لو شفت ديت في قيم مختلفه في تكست بوك مختلفه فهي ديت القيم اللي التكست بوكس بتتكلم عليها. المنطقه اللي فيها جريدينت بيحصل في درجه الحراره دي اللي هي بيكون اسمها الثيرمال باوندر لير، اللي هي المنطقه ديت اللي بتكون عندنا السمك بتاعها، المنطقه ديت بتكون اسمه سيجما تي، وبرده دي بتتغير عندنا مع الاكس. فيبقى لو جينا بصينا على تعريف ايه، تعريف الثيرمال باوندر لير هي المنطقه اللي بيحدث فيها تغير او فاريشن في التمبريتشر من اول التي اس عند السرعه عند الواي بتساوي صفر نتيجه طبعا النو تمبريتشر جامب كونديشن لحد 0.99 من التي انفينيتي، او التي انفينيتي عند الواي بتساوي سيجما تي اللي هي الثيكنس اوف ثيرمال باوندر لير. كده يبقى احنا وصلنا لنهايه الفيديو دوت، وهنكمل ان شاء الله بقيه الشابتر في الفيديوهات الجايه.